السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، قبل بداية الفيديو تمني لكم لايك وشير بقناة عزيز حرات لتصلك الأخبار العاجلة والحصرية من وزارة التربية أول بأول. عاجل عاجل ومهم إلى طلاب السادس الإعدادي. بناء على ما تم عرضه من قبل معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني، حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهي العام الدراسي الحالي 2019-2020. وأشار البيان أن موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق إن شاء الله. أول ما ينزلون الجدول الامتحانات الدور الثالث راح أنزل لكم بهاي القناة وقناة على التليجرام، راح تلقون رابط القناة بالوصف كذلك. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. طبعا هاي آخر شانس لكم طلاب السادس، أتمنى لكم التوفيق. اقروا ما بقالكم شيء.